لعبت اليد بياخدوا بطولات الفترة اللي فاتت؟ لا، هو الأستاذ ممدوح عباس يعني عنده فكر، هو دايما حتى لما كان موجود في النادي هو قال مقولة، قال لك أنا رئيس نادي الزمالك لكرة القدم فقط، وكان يعني شايف إن الألعاب الجماعية اللي في النادي دي كلها ملهاش أي لازمة. حتى في كمان في بطولة أفريقيا لما أنا كنت ماسك مدير جهاز كرة اليد ومتطوع ومسافر على حسابي، قال لي اوعى تقول لي ان انتوا تسافروا بطوله افريقيا، هتروح تكسبوا وترجعوا تقولوا في مكافئات واحنا النادي ما فيهوش فلوس. ولكن سافرنا وكسبنا، لان احنا عايزين نبني انجاز نادي الزمالك. اه طبعا انت رايح، هو ده صح ان انا ابقى رئيس؟ لا طبعا، هو قال لي في القعده دي وقالها لنا شخصيا في وجود كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه وفي وجود المجلس بالكامل، بس مش هقول اسامي حد عشان ما احرجش الناس، انا رئيس نادي الزمالك كره القدم فقط. وانا قلت له لا، انت رئيس نادي الزمالك لكل الالعاب وهنسافر. فطبعا لا، الاستاذ ممدوح نادي الزمالك لكل الالعاب. اه طبعا، ده الخطيب. آه. اللي هو الخطيب يعني اسطوره الكوره في مصر. آه، الراجل بيتعامل مع كل الالعاب يعني على حد سواء. لا بس انا مش فاهم الخطيب اللي هو الخطيب، مش فاهم يعني. مع احترامنا للكابتن محمود الخطيب وجه له التحيه، يعني هو رئيس النادي الاهلي يعني. لا هو الخطيب يعني هو مش رمز. سيبك من رئيس النادي الاهلي، ده طبعا ده منصب. ايوه ماشي ماشي، في يوم من الايام الخطيب مش هيبقى رئيس، هيبقى رئيس النادي الاهلي السنه، لكنه هو رمز من رموز الرياضه المصريه مش الكره بس. اه بس يعني مش الخطيب اللي هو الخطيب. لا هو الخطيب هو بالنسبه لنا. اه بالنسبه لك انت، بالنسبه لناس كتير. اه لكن انا بالنسبه لنا بقى هو افضل لاعب في تاريخ مصر. لا ليه، وفين الكابتن حسن شحاته؟ افضل لاعب واخلص لاعب، واحد من ابرز وهو اللعيب اللي خد احسن لاعب في اسيا. لا هو حسن شحاته طبعا ده رمز. آه. وده بقى حسن شحاته اللي هو حسن شحاته وعوض دوت في التدريب كمدرب، وبعدين وهو احسن مدرب في تاريخ مصر وحقق انجازات. يعني هو طبعا من احسن مدربين، هو كابتن جوهر يعني هو رمز يعني. لو احنا هنتكلم بقى انجازات، يبقى كابتن حسن شحاته هو افضل مدرب تولى المنتخب القومي المصري. ماشي، انا مش بانجازاته حسن شحاته. كابتن الجوهري ربنا الله يرحمه واحد من احسن مدربين كره القدم، لكن احسن انجازات هي انجازات حسن شحاته. ماشي، ليه بقى لما يبقى اسم الزمالك او حد من الزمالك يعني يتقال كده بسرعه، واسم حد من اهلي؟ لا ما حدش يقول. لا ازاي بقى؟ لا في ايه؟ احنا بنتكلم على افضل. طيب خلصت زملكاويتك؟ لا يا مش من زملكاويتي دي حقيقه. احنا هنا بنتكلم على اولا ارقام وشعبيه ونجوميه ودور كبير في كره القدم. الخطيب كلاعب عمل طبعا انجاز، واخد بطوله افريقيا سنه 86، واخد بطوله افريقيا مع النادي الاهلي 83 و87، فعنده طبعا اسماء، عنده تاريخ كبير جدا فيما يخص اللاعبين المصريين. ده انا يعني الى جانب طبعا. هو عصام الحضري خد كام بطوله افريقيا؟ انا بكلمك على مهاراته وامكانياته. لا معلش يعني خلي بالك. لا بص، كلاعب انت حسن شحاته صاحب امكانيات فائقه لاعب ومدرب. لاعب ومدرب، وانا يعني حسام حسن انجازاته، لكن هو ما خدش بطوله افريقيا مثلا مع الزمالك. مين؟ كابتن حسن شحاته كلاعب. ماشي، ما خدش بطوله افريقيا مع المنتخب كلاعب. ماشي، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى عوضه بان هو عمل انجاز لن يتكرر. بس خد بطوله في تاريخ. لا هو خد افضل لاعب في افريقيا في اسيا. ماشي، ده لما كان بيلعب في الكويت. القدسيه الكويت. فبالتالي وهو طبعا لاعب فاز. اه طبعا مش هيقدر يتكلم عن اخلص لاعب ولا في الكرة المصرية. طبعا هو من اخلص اللاعبين. طبعا، لانه طبعا رمز ورمز كبير جدا حسن شحاته. انا مش مختلف معاك تماما. تمام، لكن انا بكلمك في حاجة. أنت خرجتني بقى من ال... لا أنا ما خرجتكش. طب الخطيب أنت الخطيب هو أفضل لاعب في التاريخ. دي وجهة نظرك. آه. أنا وجهة نظري مختلفة. أنا بحترم الكابتن الخطيب. آه. وما عنديش أي خلاف مع الكابتن الخطيب، بالعكس أحترمه جدا، لكن أنا وجهة نظري أنت عشان أحسن لاعب. لا ماشي، دي حقك. أحسن لاعب داعب الكورة المصرية برجليه و إخلاص وعرق في الملعب هو حسن شحاته. أنا ما أقدرش أتكلم عن الكابتن حسن شحاته ولا أقيمه طبعا، لأن هو ده رمز من يعني. وأحسن مدرب مصري حقق نتائج وأدى كرة جميلة معك.
في مسابقات بما فيهم كاس العالم للقارات. انا قلت لك وجهه نظري في الخطيب، لانه زي ما قلت بس لك هو عشان كابتن حسن شحاته دايما صوته واطي وما بيحبش الاعلام والكلام ده كله وراجل متواضع. لا طبعا الخطيب ما بيتكلمش مع الاعلام. لا كابتن الخطيب برضه ما بيتكلمش يعني. ماشي بس يعني انا عايز اقول لك ان بس في دراويش كتير. لا بص انا هقول لحضرتك على حاجه، بس احنا هنا مثلا في البرنامج احنا الحمد لله مجلس اداره الاهلي الحالي مطلع ضدنا بيانين، لكن يعني من الموضوعيه ان انت بتتكلم في التاريخ وانا ما احبش ازيف التاريخ. ولا انا بزيف التاريخ، إن انت بتتكلم في التاريخ. لا 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 خالص. طب انا بكلمك في ان الخطيب طالما ما بطوله افريقيا يا فندم، طالما ما فيش معيار، طالما مع الاهلي مرتين او اكثر في معيار مش عليه ولا دي وجهات نظر. خد بطولة افريقيا هي وجهات نظر بقى مع المنتخب. طالما وجهات نظر فانا من حقي اقول ان حسن شحاته على فكره هو اعظم لعيب كرة قدم في مصر. انت برضه مطلعني ان انا لا يا فندم، طالما ما فيش معايير انا ما اقدرش اتكلم على حسن شحاته. طب خلاص تمام. ده حسن شحاته ده رمز سواء كلاعب او مدرب. احب اوجه له التحيه. لان حسن شحاته ده لن يتكرر. انا حضرت ماتش تكريم كابتن حسن شحاته وانا صغير في النادي يعني. والله طبعا لا هو لا انا بعشق حسن شحاته وكلنا بنعشق. واللي ما عشقش حسن وعلى فكره انا ما عنديش علاقه خالص مع كابتن حسن. لا انا بقى كان ليه علاقه واتشرف ان انا بس ليه علاقه طبعا مع كريم حبيبي يعني. سواء حسن شحاته او كريم، الاثنين طبعا من الناس المحترمه جدا وهم عائله محترمه جدا جدا يعني. لكن خليني اقول لك ارجع بقى، انت خرجتني من والله الخطيب وعسى انت تقول لي خرجتني. انا بكلمك يلا تعالى تاني. الافضل بالنسبه لك او اللي انت شايفه خلال الفتره اللي جايه ل